هذه الفتاة لم تسمع شيئاً ولا تملك القدرة على النطق، لكنها تملك القدرة على العمل. إنها تعمل بصمت. بدأت في مجال النقش تقريبا قبل 5 سنوات، من بداية الصف الأول ثانوي، وبدأت تطور نفسي في هذا المجال إلى الآن. هي حبت تتعلم هذا المجال وتطورت نفسي فيه حبا في العمل، وإني تلاقي فرصة لدعم نفسي ودعم نفسي بالدراسة ودعم أسرتي في ماديا. كان قدرها أن تكون الوحيدة في أسرتها التي ولدت فاقدة لحاستي السمع والنطق. سلمت نسيبة بما فقدته واهتمت بتنمية ما تملكه. ما تزال تملك الكثير من الأشياء التي تبعث البهجة في نفسها ونفوس الآخرين. طبيعة إنه مثلاً يجوا بنات صغار بالأعياد أو لو في عندهم أي مناسبات لعنده، وهي تخضبهم أو تنقشهم عشان يعني تأخذ كذا فلوس وتدرس فيها.